في كل منطقة أو في كل بيت كل واحد له طريقة في المبصل، وأنا هذه الطريقة المعتمدة عندي. أول حاجة عندي هنا 5 حبات بصل هندي، بضيف عليهم أو بحط عليهم نصف سرة بقدونس ونصف سرة بقل، أي بقدونس حسان بصل أخضر وعليهم جزرة كبيرة وبهارات وبقدونس وفلفلة خضراء، تمام. ونحط عليهم تالي بيضة واحدة، وبعدها نضيف عليهم ملعقة طعم ملح، ولا تكثر منه عشان ما يصير معاكم، تعرفوا وش أقصد. ونخلطهم لين تمتزج المكونات، ما شاء الله ريحتها من الحين لعبت لعب. الحين بضيف عليهم ملعقتين طعام نشا وملعقة طعام خميرة، النشا بيخلي المبصل ما يتشرب زيت بزيادة. بضيف عليهم كاس طحين ونص، نوع الطحين مستخدم كويتي. ونعجن في العجينة لين تصير عندنا كده مثل عجينة الجيمات، ما يحتاج نضيف عليها ماي لأن الخضار مليانة سوائل. الحين نغطيها ونقصدرها وندلعها وندخلها الفرن لمدة 45 دقيقة تتخمر. وهذا شكلها يا حسن بعد ما تخمرت، تمام. الحين وش نسوي؟ نسخن زيت على حرارة متوسطة ونبدأ نقلب فيهم. والله كأني غصيت أصلا. المهم بعد ما حطيناهم نخلي النار عالية ونقعد نشقلب فيهم 2 3 دقايق لين بس ياخذوا لون حلو، بعدين نشيلهم نحطهم على ورق قصدير او ورق شمع او اي ورق شمع، ورق مو مهم وش الورق، المهم بسم الله ما شاء الله ريحة المبصل حاش البيت حشار. طبعا الاشكال ما عليكم منها، شوي جمل شوي مدري ايش الك عليها الاشكال، بس المهم فيها طعم وفيها رائحة زاكية غير طبيعية. حتى ليانو سوت الشباك. طين الصحن باكله خلاص لي هذا زين؟ ايوه الاول ايوه انت حتى مني.